في كامينج سون. اول كامينج سون رح يكون معنا شادي مارون بدور أليكس تيريير، يلا شفته، وندى بدور ألان تيريير، وجابي بدور المضروب. كامينج سون مع ندى طربي بدور ألان تيريير، شادي مارون بدور أليكس تيريير، وجابي حويك بدور مضروب. ليلى جنون بيقدم اكل الضرب. ألان تيريير وأليكس تيريير اثنين اخوه توم بس ما بيشبهوا بعضهم بشيء. ألان تيريير رجال كتير ضخم وقوي وصوته تخين. وبيمشي وبيعرض كتافه وعنده هوايات الغنى. صوت تخين. وبالغنية بيزيد على آخر كل جملة عبارة أمولاه. حبك أمولاه. سهران معك الليلة أمولاه. مهضوم وسارح بخ أمولاه. سهران معك الأمولاه. سهران أمولاه. وأليكس تيريير شاب بس ما كأنه شاب. أيوة. أيوة. بيمشي مثل البنات وصوته رفيع. ياي يسموني ماريو بسير. وبيعتبر مثله الأعلى فيفي عبده. كافي فيفي عبده. فيفي عبده يا الله. هلأ ألان تيريير ما بيتحمل حركات خيه وبيضل طول الوقت يتخانق معه. ولكن قبر وليه؟ ايه فغش. انت رجال ولا شو؟ ايه وحش. وبصير يعيط عليه كرمال تيشد حاله هو وعم بغني. ولك شد حالك ولي، مش شايف العالم عم تضحك؟ قوم ولي، قوم ولي، يقبرني. لا بخيك. رقصة رقصة فتلة. شوية فيفي عبده ولي. وبيقرر ألان تيريير ياخد خيو على الصيد. وبيصير يعلمه كيف يحمل بارودة ويقوص. وبدي أعلمك كيف تصير رجال ولي. ايه أنا بحب البونت أكشن لأن تعمل له هيك. بيصير أليكس تيريير يتمرن وبيقرر يبلش يتصيد. يلا تصيد. تخيلها شي صبية هيك ولي مش عم يطلع الدرب. يلا بقصير. يلا هلا هلا عصفورة ولي. يلا رح يجد رح يطلع. يلا طلع الدرب. ايش الدرب. بس مش عم تزبط معه لأنه بيحمل البارودة مثل القرفان. تخيلها. والصيد كتير خشن لإله. وبس بيقويس بيسمع صوت حدا صرخ من بعيد وصابته رصاصة بفخده. يلا شد هيك. هيدا مضروب. هيدا مضروب يلي انصاب بالضرب. جاي وعم بيصرخ بالمصري. يا بالمصري بالمصري. بدنا يا اخو ش. بدنا صبت فيا. ايه يا اخويا وين صبت؟ بدنا يا ابن العادي. روح حبيبي وين صبت؟ لحظة لحظة لحظة. روح روح دويك. يلا اشلح اشلح. يلا روح. لا 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 يا اخويا. لا 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 بالإصابة بليغة. يعني أنا قلت له يسيب العصفورة مش ال. بالإصابة بليغة. وليه؟
طيقوني عم بيصرخ بالمصري بس بلهجة فرنسوية وقد منه موجوع من الرصاصة عم ينط على إجر وحدة يا من صابق هاي من صابق وبيغيب بيغيب عن الوعي هو وعم بيغني لصباح يا نا يا نا يا نا يا نا أبي حبيبي أموت أنا أموت أنا بحبيبي على جانو أموت هلا لحظة يا عمي خليني أشوف روح أمولي خليني أشوف الإصابة بيجربوا بيجربوا على الانتيريور وعلى الاكستيريور يوعوه هن وعم يرقصوا صمبا أمولي أمولي يقبرني أمولي يقبرني يا جمال أمولي لا بدي أقوم على الأكيد أمولي هلا بيرجع بيوعى بس بتكون الضربة أثرت على لسانه وبيتذكر شو صار معه فبيهجم على فرد إجر تينتقم من الإكستيريور وبيصير الإكستيريور يصرخ ويخاف وبيطلب من خيو يدافع عنه وبيصير الإنتيريور يدافع عنه والانتريور بيسحب من جيبته سيف ليزر انتو لأنا وبيصير يحارب يلي عم بينط هو وعلى اجر وحده ليهرب من ضربات السيف مين رح ينتصر وكيف رح يتعالج مضروب خلينا نحل حبيون شوف الضرب وين اكل ضرب كومينج سون ليل جنون بيقدم قصة اخوة توم ما بيشبهوا بعضهم بشي الانتريور رجال كتير ضخم وقوي وصوته تخين والاكستيريور شاب بس ما كأنه شاب ياي شعوري ماريو بسيل بيقرر الانتريور ياخد خيو على الصيد تيقوى ومدى علمك كيف تصير رجال وليه؟ ايه انا بحب البوض اكشن لانت بعمل لهيك بس الاكستيريور ما بيحب الصيد وما بيقتنع بالفكرة اقرر وليه؟ بديك ترجل بقى يلا ولما يطلع الضرب بتوقع المشكلة يلا شد هيك فيلم اكشن ما شفته منه من قبل بصالات السينما مشاهد قوية يا الله مشاهد ساخنة لا لا يا اخويا انتاج جريء للبالغين فقط اكل ضرب قريبا عنجد مشهد رائع 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 بدي استفيد الفرصة واسأل